فبعد شهرين انشقاق بطنه. هذا قول أنه بعد شهرين كان الانشقاق، وهذا المرة الأولى على خلاف المسألة. نعم. وقيل بعد أربع من سنه. نعم، يعني عندما بلغ أربع سنين عليه الصلاة والسلام. وبعد ست من شهر جاء وفاه أمه على الأبواء. توفيت أمه على الأبواء. نعم، توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء. نعم. الآن أحداث تتوالى، كل الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم يفقدهم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال حتى تعلم أن إذا تخلى عنك الناس ماذا تصنع؟ لا تتعلق بهم أصلا، تتعلق وتوكل على الحي الذي لا يموت. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. لا تتعلق بأحد، هؤلاء يذهب ويبقى الحي الذي لا يموت. نعم.